مساء الخير، شريف سلطان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية في طب أيرلندا. أنا مبسوط جدا أن أكون في مؤتمر الـ AVC، مؤتمر ممتاز جدا وفي حاجات فعلا تفرح وتوريك إزاي قد إيه مستوى الطب اللي بنحاول نوصله في مصر ممكن نوصله بطريقة سهلة وبسيطة. أنا النهاردة جيت بتكلم لناس اللي هي قاعدة في بيوتها وعايزة تسأل أسئلة كتير، وهم حطوا لي 15 سؤال. أنا هحاول أجاوب على قد الأسئلة على أقدر أقدر عليها. أول سؤال سألوه لي الكوليسترول. جاست إن إحنا نبقى very very clear أو واضحين جدا في موضوعنا، إن الكوليسترول ده مهم جدا للخلية البشرية. لو انت بدأت تلعب في الكوليسترول هتنتهي بمشاكل، انا بقولها في الطريقة اللي انا بشرح بيها، بمصيبة كبرى. الكوليسترول ده مهم جدا للخلايا اللي بتساعد على افراز هرمونات الذكورة والانوثة، اللي بتساعد على افراز هرمونات استحمال الالم والستريس، بتساعد في حدوث كل عمليات الالتئام في الجسم. فانت تحاول تقلل الكوليسترول هتنتهي بمشاكل كبيره. كل الكلام اللي انت سمعته من شركات الادويه ده ثلاث ارباعه كلام فارغ، والربع الثاني بيحاولوا ان هم يضحكوا عليكم. عدوك الاول والاخير هو السكر، صديقك الاول والاخير هو الكوليسترول. لازم تبتعد عن السكر على قد ما تقدر، لازم تتحرك. مفيش حبايه هتاخدها هتزود لك يوم واحد في عمرك، بالعكس هتشتغل ضدك. لازم تغير اسلوب حياتك، لازم تشرب سوائل كتير، ميه، ما بقولكش تشرب مشروبات غازيه او اي حاجه تانيه. لازم تبتعد عن اي حاجه معموله في مصنع اللي هي البروسيسد فود، ولازم تاكل خضار وتاكل فاكهه كتير. نصيحه، والنصيحه دي مهمه جدا، ابتعد عن السكريات تماما. ونصيحة أخرى، لو عايز تخس وعايز يبقى جسمك رشيق، كل جود فات أو الكوليسترول كويس. تاني حاجة سألوها لي، إزاي أمنع حدوث مشاكل كتير؟ زي ما أنتوا عارفين إن إحنا في أماكن فيها طب متقدم وفي أماكن فيها طب متأخر، فالوقاية خير من العلاج. أنت دلوقتي لو عندك مشاكل لازم تبص عليها، ولازم نعمل حاجة اسمها سكريننج. ده معناه ان احنا نجيبك ونبص على شرايينك ونشوف ايه الفيسيولوجيكال ايج بتاعك، وازاي نقدر نساعدك ان انت تكون في احسن صوره ممكنه. انا دايما بقول للناس ان اما اقول لك انا 60 سنه ده هو دلوقتي ال 40، و70 سنه هو دلوقتي ال 50، و80 سنه هو دلوقتي ال 60. فما تقوليش اصل انا عندي 80 سنه. انت المفروض تبقى عايش حياتك وبتسافر وبتتفسح وبتناول وبتاكل كويس، ويعني اخرها تبقى بتاخد قرص واحد ما يمكن عشان الضغط. اهم حاجه علشان تعيش كويس السعاده. لو انت راجل وعندك حد بيضايقك ابعد عنه. لو انت واحده ست وعندك حد بنكد عليك طول حياتك ابعدي عنه. المشكله ان انت لازم تكون سعيد في حياتك. السعاده دي او الهابينس از فيري امبورتنت. وبعدين الدراسات شافت ذات ان انت لو انت خدت قبله على الخد بتخليك سعيد لمده 24 ساعه. لو خدت قبله على الخد والشفايف بتخليك سعيد اسبوع بحاله. فتتخيل السعاده اللي انت فيها لو بعدت عن النكد والقرف اللي حوالينا ده. وبعدين الحياه قصيره، يعني لازم نبقى مبسوطين ولازم نغير حياتنا. فلو حد نكد في حياتك ابعد عنه. لو حد بيحاول suck your energy او زي ما نقول في الغرب ان هو taking back all of your goodwill، ابعد عنه، غير حياتك وعيش مبسوط. بعد كده بيقول لك، سالوني سؤال، هل الاوعيه الدمويه وراثيه؟ طبعا هي بعضها وراثي وبعضها انت بتعمله. لو انت بتشرب سجاير حتى لو عندك تشيرشل جين اللي هو الجين اللي احنا قلنا ان الراجل ده كان بيشرب سجاير صبح وظهر وبالليل وكان بياكل اكل فظيع وكان
بيشرب خمرة فظيعة وعاش لغاية 90 سنة هيحصل لك مشاكل، والمشاكل دي هتبقى جامدة جدا. أوحش حاجة ضدك هي السجاير والخمرة، وطبعا احنا كمسلمين ما بنشربش خمرة، لكن السجاير دي مشكلة جامدة جدا ولازم نبعد عنها على قد ما نقدر. السجاير والسكر أعدائك صبح وظهر وبالليل. ناو أما بتشرب سجاير أنت بيبقى عندك الجين بتاع الأوعية الدموية اللي بتبوظها وبتسدها، بتفتح الباب عشان الجين ده يبتدي يوري المشاكل اللي في جسمك. فأنت تتولد طبيعي عندك الجين، مجرد أن أنت بتشرب السجارة الجين ده بيروح جاي فاتح الباب وبتبتدي عندك المشاكل اللي بتحصل لك. ناو لو أنت رايح قررت أن أنت هتعمل عملية، هديك نصيحتين. بص على مستشفى فيها أحسن تمريض، طبعاً أنت بتختار الدكتور المتمرس اللي بيعمل العمليات دي 100 مرة في السنة، ما بتروحش دكتور عملها أول مرة. لكن أديك النصيحة اللي هي لازم تبقى عارف، التمريض هو رقم واحد والرعاية الطبية وهي الإفاقة والعناية المركزة. فما تروح مستشفى ما تبصش ان فيها رخام ولا فيها اسانسير ولا فيها تكييف، بص على مستوى التمريض وبص على مستوى الرعاية المركزة والتخدير. لو انت لقيتهم كلهم كده مفيش نظام ما تخشش المستشفى دي، ان ممكن فعلا يحصل لك مضاعفات وما ينجحوش انه يرجعوا لك تاني. في مستشفيات نظيفة في مصر كتيرة جدا، في مستشفيات ممتازة في مصر، دور على المستشفيات دي وحاول تروحها، طبعا عن طريق الدكتور اللي انت اخترته يعمل لك العملية. دلوقتي لو انت رايح تعمل تسليك شريان في العنق او استبدال شريان في الأورطة او رايح تعمل عملية توصيع بالبالونات، لازم تبقى انت عارف ان في أدوية لازم تاخدها، ولازم تبقى انت عارف ان انت لازم تحضر نفسك ان انت تكون زي ما احنا نقول كده coming fresh، ما يبقاش عندك انفلونزا، ما يبقاش كان عندك اي مشاكل في الامعاء قبل ما تيجي، ما يكونش عندك مشاكل احنا ما نعرفش عنها حاجة. تاني وتالت ورابع، عيش حر بعيد عن الدكاترة. I usually دائما اقول للمرضى بتوعي avoid doctors if you can, they are bad news. Trust me, it's true. ابعد عن الدكاترة على قد ما تقدر. مجرد ان انت وصلت الدكتور ده معناه ان عندك مشكله. في حاجات كتيره مهمه جدا لازم ان انت تعرفها، ان 80% من المشاكل انت عاملها لنفسك، 10% من المشاكل الدكتور ممكن يحلها لك، و10% من المشاكل انت لازم تحلها مع الناس اللي انت عايش معاهم او مع المشاكل اللي حصلت لك قبل كده.